بقول كده لأن الظروف اللي فاتت والضغط اللي اتحمله المصريين خلال الـ4 سنين واللي زاد يمكن في السنة الأخرانية أكتر، والأسعار زادت أكتر. طب هل أنا بقول الكلام دوت عشان يعني أطيب الخواطر أو يعني كلام بقوله للناس في مصر عشان يستحملوا أكتر، ولا يبذلوا جهد أكبر، ولا عشان يخلوا من بالهم من بلدهم أكتر، ولا إيه؟ أقدر أقول لكم بصراحة كل حاجة. إحنا 106 مليون وعندنا عدد كبير قوي، أنا قلته قبل كده 9 مليون موجودين معنا هنا، وزي ما أنتوا شفتوا في منطقتنا حوالينا من كل حتة، وأنا بحاول إن أنا ما أقولش كلام يعني أزعل بيه حد من أي دولة يعني، لكن تبصوا شمال تبصوا جنوب تبصوا شرق تلاقوا الدنيا مش يعني تحديات ومشاكل وليها آثار وليها تأثير علينا، وإحنا دولة يعني مقاومتها مش كتير. بس بفكركم إن 10 سنين قتال ليهم تكلفة، وقبل منهم 2011 ليها تكلفة، وبعد منهم 2013 ليها تكلفة. التكلفة دي محدش لوحده يقدر يشيلها، أنا ما أقدرش أشيلها لوحدي ولا الحكومة تقدر تشيلها لوحدها، لكن نقدر كلنا مع بعض نشيلها. أولا بفهمنا، محدش يعني وإحنا بنتكلم في النقاط ديت يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا بتكلم وبقول يعني إن الأمور ابتدت بفضل الله سبحانه وتعالى تتحسن. طب بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان أسجل موقفي أنا،